سبق لي وأن قلت أن فلانا يداوي بالطب الشعبي وفي يديه البركة، وعرفت أن ذلك لا يجوز واستغفرت الله، فما الواجب عليه؟ أدام استغفرت الله، الله يغفر لك، البركة بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، وقولك أن فلان يداوي بالطب الشعبي إذا كان صحيحا أنه يداوي لا في بس، تخبر عنه أنه يداوي فلا بأس بذلك، لكن قولك بيده البركة هذه هي اللي ما تنبغي. نعم.